بسم الله الرحمن الرحيم. والله احنا نزحنا من الشمال وجينا على البريج، ولما دخل البريج شردنا على وين؟ شردنا على دير البلح، ما لقينا لنا شقوة نقعد فيه. نزحنا هنا في الارض هذه وقعدنا في خيمه، وانتم شايفين وضع الخيم كيف، الشوب في الشوب شوب، وفي السقعه لا تقيناش من السقعه، اولادي تجمدوا. انا عندي بنت مريضه الازمه وانا مريضه الازمه، من السقعه زادت الازمه عندنا، وانتم شايفين عشتنا كيف، وضعنا صعب والحياه لا ماكل ولا مشرب ولا ملبس ولا حاجه عندنا الحمد لله. واحنا يعني نتامل من رب العالمين انه المؤسسات تساعدنا، ويعني وجميع الجهات تساعدنا وتطلع لنا وتطلع لاولادنا، لانه انتم شايفين الوضع لحاله بحكي، مش يعني محتاج حد يتكلم. وانا بشكر بشكر مؤسسه سيف اللي ساعدتنا وجابت لنا المواد الغذائيه، فعلا والله احنا محتاجينها، اولادنا محتاجين كل شيء فيها، يعني حتى الصبح اولادي مش لاقين يفطروا، والحمد لله وبارك الله فيهم وجزيهم كل خير. واتمنى من رب العالمين انهم يمدوا في العطاء تبعهم يساعدونا في شهر رمضان، لانه الوضع سيء، لا لاقين رح نقدر نفطر ولا نتسحر ولا حتى شربت مي رح نلاقي. بامل من رب العالمين انهم يساعدونا يقفوا معنا في رمضان ويزيدوا من العطاء تبعهم. انا وضعي صعب يا اخوي، انا عندي 2 مرضى وابن ابني مريض قلب، لازم هذا الولد الطفل بده غذاء، بعاني يعني مكتوب له هذا كل شهر متابعه للمستشفى، يروح هذا له غذاء طول على طول الشهر، مش قادر ابوه يوفر له يعني. وانا قاعدين كنا في رقبه ابني هذا، هي بيعمل شيبس وبيبيع بس عشان يقوت لقمه اولاده. وصح احنا بنشكر الجمعيه اللي بتدعمنا، هي الجمعيات اللي بتدعمنا والاداره اللي عندنا هنا، بس الاشي يا اخوي مش كفايه يعني، بكفيناش كنا احنا كذا 20 نفر انا في رقبه ابني هنا، وبدك الصحيح والله ما احنا شبعانين اللقمه، الشهاده لله يعني، حالنا متوتر وهي هي الدار انها بدها تبعد عنكم، بس احنا لو صح لنا دعم ازود من هيك شويه لنقيت حالنا فيه، وللناس كلها تنبسط، وجاي علينا رمضان ان شاء الله بيجي الله مهدي البال يا رب، بدهم سحور بدهم فطور الناس. طب والله ما احنا قادرين نشرب، ما فيش مي نشرب ما فيش شيء، بعدت على الجيران شهدت كوبايه المي شربتها. نشكر مؤسسه سيف على دعمها لنا، والامانه هم يعني ما قصروا معنا وما سابوناش من اول ما نزحنا واحنا بالخيام، وهم كل فتره بيجيبوا لنا دعم، وان شاء الله بيستمروا على هذا الدعم، ولهم كل الشكر. قطاع غزه يعاني معاناه شديده على كل المستويات، مستويات الامن الغذائي، على مستويات الاصحاح والواش ليفل، وعلى مستوى الشلتر. هناك حقيقة أزمة إنسانية طاحنة في غزة شملت كل قطاعات المجتمع وخصوصا النازحين. نحن الآن في مخيم للنازحين نقوم بتوزيع المساعدات التي قدمت من خلال سيف وعبر الشريك المحلي لتوزيعها على المحتاجين هنا. في الحقيقة بقدر ما هناك احتياج كبير، كل ما يقدم من خلال مؤسستنا الإعانة الإسلامية وفرنسا أو مؤسسات أخرى يعتبر نقطة في بحر نظرا للاحتياج الاحتياج الشديد لسكان قطاع غزة. في هاي الظروف الصعبة الناس بتعيش أزمة غذاء كبيرة، مش قادرين يشتريوا، والموجود في الأسواق قليل وشحيح. إن إحنا بنقدر نعطي الناس ولو شوية ونخفف من معاناتهم، هذا بيكون إشي بيسعدنا ومصدر فخر إلنا، إن إحنا موجودين في الميدان بنساعد الناس وبنخفف من معاناتهم. كما تعلمون الحرب مستمرة علينا منذ أكثر من 5 شهور، ونحن مشردين من بيوتنا. كما تشاهدون هذه الخيام لا يتوفر بها أدنى المقومات الحياة الصحية، فهذه الطرود التي تقدموها لنا يعني هي مصدر أساسي للغذاء والاحتياجات الأساسية التي تستطيع الأسر النجاة من خلالها، فنتمنى أن تستمروا في دعمكم هذا، ونشكر جميع المانحين والداعمين لسيف، شكرا لكم.